ونسمع رؤية وتحليل الكابتن شطة نجم نادي الأهلي السابق والمدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لاختيار الكابتن محمود الخطيب وتكليفه سفيرا للكرة الأفريقية في نهائيات كأس الأمم مصر 2019. كابتن شطة مساء الخير. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك، ومعنا في الاستوديو كابتن أحمد بلال. أهلا يا أحمد، إزيك يا أحمد بلال؟ إزيك يا كابتني؟ اخبارك يا ابو كباتن؟ الله يخليك يا احمد. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. كابتن سعيد جدا ان انا التقي معاك في لقاء حقيقه. حبيبي يا كابتن، ربنا يكرمك. كابتن شطه، سعداء بمشاركه حضرتك معانا. حابب تقول ايه عن وجود اربع نجوم من النجوم المصريين في اختيارات فرانس فوتبول لافضل 30 لاعب في تاريخ الكره الافريقيه، وايضا تكريم الكابتن محمود الخطيب وتقدير مهاراته وقدراته وعطائه الكبير في عالم كره القدم واختياره سفيرا للكره الافريقيه في نهائيات كاس الامم 2019؟ طبعا يعني بطوله زي دي في مصر باختيار الخطيب كسفير من السفراء الحقيقه اللي جايين انت حوالي 6 سفراء امباسدرز اختاروا من الاتحاد الافريقي، والخطيب طبعا يعني قبل كده كرم قبل كده برضه في بعض البطولات، وده طبعا يوري انه في هذه البطوله يعني تكريم الخطيب ده تكريم يعني بياتي من خلال اداءه ومن خلال خبراته ومن خلال تسلسله في كره القدم وتواجده من لاعب ناشئ للاعب الى لاعب منتخب مصر الى عضو مجلس اداره الى يعني الى رئيس مجلس اداره، ده كل الحاجات دي كلها طبعا بتوري انه معايير اختيار السفير تنطبق مش عليه تنطبق عليه عشرات المرات. وبالتالي الحقيقه كنا نتوقع من بدري انه الاختيار ده يتم، ولكن الحقيقه يعني كونه انه الاتحاد الافريقي يعني ينشر هذا الحقيقه الاسماء اللي نشرت طبعا في دي ركبه موجود معاه وفي عبيدي بيلي ورابح ماتجر وصامول ايتو جورج ويا وصامول ايتو لها بصمات كبيره جدا، وهيشاركوا طبعا بصفتهم سفراء انهم يروحوا بقى يزوروا الحقيقه بعض المناطق اللي فيها مثلا الاس او اس سيفا والسولز الحاجات اللي فيها الجمعيات الحقيقه اللي بتساند الحقيقه في بعض الامور الخاصه بالعمليات الانسانيه وكده عمليات الاغاثه ودعم او اغاثه اللاجئين والقضايا الانسانيه طبعا موجوده. الحقيقه اهمها السي او اس اللي هي السيف والسولز دي اللي هي دايما لما نروح باي بطولات لازم نزور هذه الاماكن عشان يعني السفراء دول الناس عارفاهم وبعدين بيضيفوا للمكان اللي رايحينه. برضه حضرتك مهم جدا انك انت تكرم هؤلاء النجوم الكبار وتخليهم دايما موجودين في البطولات الكبيره، والخطيب طبعا يعني زي ما قلت لك المعايير مش بتنطبق عليه، بتنطبق عليه عشرات المرات يعني اكثر من نجوميه على رئاسه نادي على يعني حقيقه سنوات طويله جدا من الخبرات اللي موجوده، وده طبعا كنا نتوقعه من الاول يعني، بس برضه دائما الحقيقه ترشيحات بتيجي دايما من الاتحادات، وكون الاتحاد المصري يرشحه دي حاجه برضه مهمه جدا، انه برضه الاتحاد المصري يجب ان نقول انه هو من الذين اضافوا للترشيحات اللي موجوده ديت. وانا بهني الخطيب بهذا الموضوع، بس اتمنى انه يتواجد يعني اتمنى من الخطيب انه يتواجد مع السفراء انه يكون له حضور جيد على المستوى الدولي الخاص بالحضور الافريقي الرياضي والكروي في الفتره الجايه. يا رب ان شاء الله، طبعا شيء مهم جدا يعني. كابتن شطة، وقت ما كنت حضرتك موجود في الاتحاد الافريقي كمدير فني للاتحاد، هل كان بيؤخذ راي خبراء فنيين في الاتحاد في ترشيحات الهيئات الدوليه اللي طبعا معتد برايها الى ابعد مدى زي فرانس فوتبول والدوريات اللي كانت بتصدر لتكريم افضل الاسماء، ايضا الكابتن الخطيب ضمن يعني اسماء مرموقه جدا من نجوم الكره في القاره السمراء وموجود ضمن افضل 30 اسم واساطير الكره والافضل على الاطلاق في تاريخ الكره الافريقيه، هل كان في مباحثات بيجرى عمليه استفتاء لاراء الخبراء الفنيين داخل الاتحاد الافريقي ولا لا؟ لا، اخيرا الاتحاد الافريقي اضاف للمعايير المحطوطه راي هؤلاء الخبراء والامباسدرز دول، اضاف الحقيقه اضفناها ما كانتش موجوده زمان، كنا بنعتمد الحقيقه على بعض الترشيحات من المدربين وترشيحات من اللجنه الفنيه للاتحاد الافريقي ومن اعضاء المكتب التنفيذي، لكن الان اضفنا اليها النجوم الكبار اللي موجودين في القاره يعني بعدد معين بنسبه معينه عشان برضه هم لهم راي الحقيقه ولهم الثقه الكبيره جدا في هذا الموضوع، واصبحت المعايير حقيقه تشمل هؤلاء النجوم الكبار ولهم اصوات يعني موجوده الحقيقه ما كانتش موجوده زمان. مشكوره جدا المشاركه معنا في الحوار كابتن شطه نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني السابق للاتحاد الافريقي.